النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم في كل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في الأردن. سجلت ليلة الماضية درجات حرارة كانت متدنية للغاية وغير معهودة لمثل هذا الوقت من العام، وسط أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة. سجلت درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية في العديد من المناطق، كان أقلها بحسب محطات الرصد الجوي وتلك اللي تابعة لمطار الملكة علي الدولي حوالي 7 درجات مئوية فقط. يستمر الطقس هذه الليلة باردا بوجه عام، إلا أن ارتفاعا تدريجيا متوقع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وهذا ما تظهر لنا خرائط توقعات حركات الكتل الهوائية، والتي تشير إلى أن اليوم السبت بالرغم من درجات الحرارة منخفضة في ساعات الليل، إلا أن هناك كتلة هوائية دافئة تقريبا تسيطر فوق أغلب مناطق المملكة، وهي مسؤولة عن وجود درجات حرارة ربيعية معتلة في ساعات النهار. لكن وجب التنويه بأن درجات الحرارة حتى في ساعات الليل هي أقل بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت العام مع نهايات شهر 5 وبدايات شهر 6. يوم غدا الأحد يتوقع ازدياد اندفاع هذا الهواء الدافئ باتجاه هناك، وبالتالي المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة. ولكن أيضا بالرغم من ذلك تبقى درجات الحرارة دون المعدلات مثل هذا الوقت العام، لكنها تبدأ بالاقتراب شيئا فشيئا من معدلاتها المعتدلة مثل هذا الوقت من العام. أما يوم الاثنين فيتوقع أن تسيطر على كامل المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط كتلة هوائية ذات درجات حرارة ضمن المعدلات والسياق الطبيعي، وتكون حول معدلاتنا مثل هذا الوقت من العام. كما ازدادت المؤشرات أخيرا خلال اليومين الماضيين لتأثر المملكة يوم الثلاثاء بمنخفض جوي خماسيني متأخر بعض الشيء. هذا المنخفض الجوي الخماسيني سيجلب معه ارتفاعا آخر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، ولكن ربما يكون هذا الارتفاع مرفق بازدياد في نسبة الغبار في الأجواء، ويليه انخفاض في طبيعة الحال على درجات الحرارة معه وبعد عبور هذا المنخفض الجوي الخماسيني. عودة للأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان، الأجواء تبقى باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمان، ولكن الأجواء صافية. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة متوقع 11 درجة مئوية، والطقس سيكون حتى بارد في بعض المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية بوجه عام. نهار يوم غد الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بالمقارنة عن ما كانت عليه درجات الحرارة نهار هذا اليوم السبت. غدا درجات الحرارة تصبح أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، الطقس يكون ربيعي معتدل إلى دافئ في كافة ومختلف مناطق المملكة. نستعرض سويدا درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأها شمالا من إربد تكون من 25 إلى 12، في جرش من 25 إلى 10، في عجلون من 23 إلى 10، وفي المفرق من 27 إلى 13 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الوسطى في العاصمة عمان من 25 إلى 13، في البحر الميت من 32 إلى 19، في مادبة من 27 إلى 13، في السلط من 26 إلى 14، وفي الزرقاء من 27 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية للمملكة نبدأها من الكرك من 22 إلى 13، في الطفيلة من 22 إلى 12 درجة مئوية، في جبال الشرى من 21 إلى 13، في معان من 30 درجة مئوية العظمى غدا الصغرى ليلة الأحد على الاثنين 17، أما في خليج العقبة فترتفع إلى 33 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض في ساعات ليلة السبت على الأحد عفوا على الاثنين إلى 20 درجة مئوية. المناطق الشرقية الأجواء بها حارة نسبيا تكون في الرويشد من 33 إلى 18، في الصفاوي من 33 إلى 17، أما في الأزرق كذلك الحال فهي من 33 إلى 17 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة كملخص سريع، إذا 25-13 في العاصمة عمان يوم الأحد، 28-18 يوم الاثنين، والأجواء تصبح ربيعية دافئة لكن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، في حين توالي درجات الحرارة ارتفاع يوم الثلاثاء بسبب مؤشرات تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، وتصل تقريبا العظمى إلى 31 درجة مئوية في ساعة النهار، بينما تكون الصغرى 15 درجة مئوية. من ملاحظة أن ليلة الاثنين على الثلاثاء هناك اختلاف شاسع في درجات الحرارة الليلية، وبالتالي قد تكون الأجواء في ساعات الليل دافئة بشكل عام. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.